والآن العودة مجددا إلى هذا الربط المباشر ومن أم الجامعات الجامعة الأردنية ومتحف آثار الجامعة الأردنية، كل ذلك من خلال الزميل أحمد أبو حماد وضيوفه الكرام. إليك أحمد من جديد. نعم متحم، صباح الخير. صباح الخير لكل مشاهدينا، بنصب عليكم مرة أخرى من متحف آثار الجامعة الأردنية، وهو من أهم وأبرز المتاحف في المنطقة، واللي بيوثق تاريخ الأردن عبر العصور المختلفة. تم افتتاح هذا المتحف عام 1962، وهو عبارة عن كتاب مفتوح بأخذك برحلة قصيرة لحتى تتعرف على مراحل تطور الأردن عبر التاريخ. يضم هذا المتحف عدة أجسام وأجنحة والعديد من المعروضات اللي بتضم أواني فخارية وأدوات نحاسية وخشبية وزجاجية وعمل نقدية والعديد من القطع الأثرية اللي بتعود لعدة حضارات عريقة. طبعا مشاهدينا لحتى نتعرف أكثر عن هذا المتحف راح يكون معنا دكتور معاذ الفقهاء أمين المتحف. دكتور صباحك سعيد. صباح الخير، أهلا بكم مرة ثانية في متحف الآثار الجامعة الأردنية. نعم، قبل ما نحكي بتعمق أكثر عن المتحف، المتحف وين موجود بالجامعة؟ طبعا متحف الآثار موجود في منتصف الجامعة الأردنية، طبعا هو معروف بقرب برج الساعة، وأي شخص يزور الجامعة الأردنية سهل الوصول إليه. نعم، طيب نحكي شوي هيك نبذة تعريفية أكثر على متحف الجامعة متحف الآثار، وتحكي لنا عن تأسيسه والهدف منه عن بعض المعروضات الموجودة فيه. طبعا متحف الجامعة الأردنية زي ما تكلمت حضرتك قبل قليل تأسس عام 1962، الهدف منه اللي هو عرض التراث الحضاري الأثري في الأردن عبر العصور، ثم عرض جميع القطع الأثرية اللي تمثل كل الفترات الأثرية في الأردن في هذا الموقع. طبعا في عام 1986 انتقل المتحف إلى هذا الموقع، وتم أيضا عمل تحديث لهذا المتحف في سنة 2007. طبعا المتحف المقتنيات الأثرية هي من مصدرين، المصدر الأول هي الحفريات الآثار الجامعة الأردنية لقسم الآثار، والمجموعة الثانية هي من دائرة الآثار العامة. طبعا القطع الأثرية هي موجودة في المتحف بموجب عرض وإعارة مؤقتة. نعم، طيب دكتور نحكي عن الحقب الزمنية والحضارات اللي موجودة معنا داخل المتحف اللي بتتمثل من خلال القطع الأثرية الموجودة. نعم، فيه تحكينا عنها أكثر. طبعا المتحف يمثل القطع الأثرية الموجودة في الأردن منذ العصور الحجرية القديمة تقريبا من 1.5 مليون سنة قبل الميلاد حتى تقريبا 300 سنة قبل الآن، اللي هي من 300 سنة وجاي لحتى الوقت الحاضر تسمى التراث. طبعا في عندنا العصور الحجرية القديمة والعصر الحجري الحديث وبداية التمدن وبداية الاستقرار الإنسان، ثم في عندنا العصر الحجري النحاسي، وثم العصور الحجرية أو العصور البرونزية. طبعا العصور البرونزية تسمى العصور التاريخية، وقبل ذلك كانت تسمى العصور ما قبل التاريخ. طبعا في عندنا العصور البرونزية المبكرة والعصور البرونزية المتوسطة والعصور البرونزية المتأخرة، ثم في عندنا العصر الحديدي اللي هو 1200 قبل الميلاد. طبعا بعد ذلك في عندنا اللي هو الفترة الهلمستية اللي هي تقريبا من 333 قبل الميلاد مع مجيء الإسكندر المقدوني إلى منطقة الشرق، وقام طبعا الإسكندر المقدوني بعملية مزج حضاري بين التراث اليوناني اللي هو الحضارة الهيلينية مع الحضارة الإيست الشرق اللي هي الحضارة اللي هي الشرقية، وسميت الحضارة الهلنستية. وفي هذه الفترة طبعا بدأ ظهور نجم الدولة النبطية في منطقة البتراء وجنوب الأردن، وفي عندنا طبعا بعض القطع الأثرية الموجودة في من منطقة البتراء، وهذه المنطقة الحفرية ضمن أحد الحفريات التي قامت بها قسم الآثار في الجامعة الأردنية. طب دكتور يعني احنا يعني ما شاء الله يعني في زخم هائل في المعروضات، شو أهم القطع الأثرية الموجودة بالمتحف؟ طبعا احنا في عندنا مجموعة كبيرة من القطع الأثرية المميزة جدا، في عنا طبعا في عنا في اللي بتشوف الخزانة الموجودة هون، في عنا طبعا جزء من أنابيب فخارية تمثل النظام المائي الموجود في منطقة البتر، طبعا هو كان يقوم بعملية توزيع للمياه في داخل مدينة البتراء، وأيضا في عنا بعض القطع الأثرية الأخرى، في عنا أدوات زجاجية تمثل اللي هي العطور
نقل الزيوت والعطور في البيوت طبعا. ما شاء الله تبارك الله. طبعا انا يعني موجودين بمنطقه متوسطه بين بالمتحف، حابين تحكي لنا كم قسم مقسم المتحف؟ طبعا المتحف مقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول يؤثر خلال الفترات العصور الحجريه القديمه والعصور البرونزيه والحديديه، والقاعة الثانية اللي هي اللي احنا الوسط اللي احنا حاليا فيها تمثل العصر الهلنستي والروماني والعصر البيزنطي، والفترة الأخيرة اللي هي القاعة الأخيرة تمثل الفترة الإسلامية المتأخرة، طبعا الإسلامية المبكرة والمتأخرة. الإسلامية احنا نقول المبكرة اللي هي الفترة الأموية والعباسية، والمتأخرة تمثل الدولة المملوكية، وطبعا هاي آخر فترة قبل مجيء العثمانيين إلى منطقة الشرق. نعم، يعني احنا بأقدم حاليا في أقدم. طيب تحكي لنا هيك نبذة سريعة يعني عن هذا المكان اللي احنا موجودين أو القسم اللي احنا فيه الآن. طبعا المكان هذا غني جدا وفي كثير من التفاصيل عن القطع الأثرية الموجودة، لكن أهم شيء الأشياء الموجودة عندنا هنا تمثل اللي هو زي ما حكينا اللي هو الفترة العصور الحجرية القديمة، تمثل مادة الصوان، لأن الإنسان كان يستخدم مادة الصوان قبل استخدام الفخار. ثم بعد ذلك صار في عملية انتقالية لانتقال الإنسان من التنقل للاستقرار في قرى زراعية. القرى الزراعية بدأت في العصر الحجري الحديث زي ما نشوف بالخزان الموجود عندنا هون. بدأ الإنسان يستخدم بالإضافة إلى الأدوات الصوانية والاستقرار. بعد ذلك دارت عندنا في التصنيع النحاس في منطقة العقبة ووادي فينان زي ما احنا موجود عندنا في الخزانة هاي. طيب خلينا كونها الزميل فايز الزمن بيستعرض المعرض من هذه الزاوية نحكي عن بعض المعروضات الموجودة الآن. طبعا هنا في عندنا هاي تمثل القطع الفخارية، تمثل عصور مختلفة، هذه طبعا تمثل العصر البرونزي المبكر، تمثل حضارة الشمال وحضارة الجنوب في منطقة شمال الأردن وجنوب فلسطين. طبعا هنا ظهر عندنا بعد ذلك في يسموها انتقلت المدن، كانت طبعا هاي المنطقة كانت تمثل اللي هي دويلات المدن. طبعا كل مدينة أو قرية عبارة عن دولة قائمة في ذاتها. طبعا بعدين صار في عملية هجران لهذه المواقع الأثرية نتيجة لغزوات طبعا يسموها القبائل يسموها الآمورو من منطقة العراق حاليا. نعم. وطبعا قضوا على الدولة الدولات المدن هذه. ظهرت عندنا قرى زراعية اللي هي العصور البرونزية اللي يسموه العصر البرونزي المتوسط. بعدين في عندنا ظهر طبعا انتعاشة اقتصادية، ظهر في عندنا اللي هو فترة العصر البرونزي المتوسط، وهناك ظهر في تبادل تجاري ما بين منطقة الأردن وفلسطين ومنطقة مصر طبعا، وظهر تأثيرات مصرية ومستوردات في منطقة مصر مثل ما نشوف اللي عندنا بعض الجيران الموجود في الأعلى. طبعا بعد ذلك صار في يعني تبادل حضاري بين منطقة الأردن ومنطقة الشرق أو بلاد كنعان اللي يسمى فلسطين حاليا. طبعا صار في تبادل حضاري مع منطقة اليونان أو حضارة إيجيا. طبعا في عندنا بنلاحظون في يسموها البيلجريم فلاسك أو اللي مطارات الحجاج اللي هو طبعا هاي مستوردة من منطقة اليونان، وفي عندنا بعض القطع الأثرية الأخرى هاي طبعا اللي هي تقليد أو إميتيشن الموجودة من منطقة اليونان، لكن طبعا هي ليست بنفس جودة القطع الأثرية الموجودة في منطقة اليونان. طبعا بعد ذلك بدأ عندنا ظهر اللي هو العصر الحديد، طبعا احنا نسميه 1200 قبل الميلاد اكتشف معدن الحديد وسمي هذا العصر بالعصر الحديدي، وهذا طبعا في عندنا الفتره هاي طبعا فتره مميزه جدا في منطقه الاردن لان ظهر ثلاث دويلات. نعم. ظهر ثلاث دويلات اللي هي دولة بني عمون أو الدولة العمونية في منطقة عمان وسط الأردن، وظهر الدولة الأدومية في جنوب الأردن طبعا. نعم ما شاء الله. طيب دكتور نحكي عن أعداد الزوار والطلاب اللي بيزوروا، أيضا إذا في زوار من خارج الجامعة بيجوا بيزوروا المتحف. طبعا المتحف مفتوح من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 مساء، والمتحف مفتوح لطلبة الجامعة الأردنية كاملين بالإضافة إلى الزوار الخارجي. طبعا احنا في برنامج بالتعاون مع العلاقات العامه في الجامعه الاردنيه في زيارات مستمره للمتحف من قبل وفود اجنبيه والوفود الزائره للجامعه، طبعا احنا بنقوم بتسجيل جميع الزوار بشكل عام، وفي عندنا احصائيه جيده جدا، والفتره الاخيره لاحظنا في ازدياد لعدد الوعي الاثري في الجامعه الاردنيه. طبعا وسائل التواصل الاجتماعي بذلت جهد كبير انه في ترويج للمتحف، وصار في عندنا زياده عكس السنوات السابقة. لا
نعم دكتور، يعني بنهاية حديثنا يعني سريعا نحكي شوي في مشاريع مستقبلية للمتحف. طبعا المتحف طبعا أهم شيء اللي هو التجديد في المعروضات الأثرية. طبعا الآن في صدد أنه عرض بعض القطع الأثرية من دائرة الأثار العامة. طبعا نحن تعاوننا دائما بشكل عام أو مع دائرة الأثار العامة في قطع مميزة، نحاول أنه طبعا بموجب اتفاقية إعارة أنه نعرض بعض القطع الأثرية الموجودة، بالإضافة أنه في عنا حفريات أثرية في الجامعة الأردنية بتزودنا ببعض القطع المميزة عشان طبعا احنا نكون دائما في تجديد. الله يعطيك العافية يا رب، وجهدكم مشكورة وشكرا لك، والله يعطيك العافية. شكرا لك. الله يعطيك العافية. طبعا مشاهدينا مثل ما شفتوا كنا معكم على الهواء مباشرة من متحف آثار الجامعة الأردنية، تعرفنا أكثر على هذا المتحف، أقسامه، أهم المعروضات الموجودة فيه، وتعرفنا على تاريخه المميز والرائع. والآن راح أترككم مع بعض اللقطات الصباحية من داخل المتحف. صباحكم سعيد.